بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثاني الثانوي. أنا أستاذ شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرين معاك في حلقة تدريب المنهج بتاعك العام 2022 من كتاب جيم من عام 2022، مستمرين على الوحدة 6. وصلنا لجينكس سايز على الدرس الأول والثاني، إن شاء الله على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ تدريبنا من صفحة 322، والجملة الأولى بتقول لك: The dentist had hair gap فراغ sterilized the instruments every day. دنتست اللي هي طبيبة الأسنان، هذه هنا معناها جعلت يا شباب، وهير ده مفعول به، طبعا ضمير هيشير للمفعول به اللي جاي هنا هو، وجايب لك كلمة ستيرلايز ذا انسترومنتس اللي تعقم الأدوات بتاعتها كل يوم. جميل جدا. طيب هي طبيبة الأسنان هتخلي مين يعقم لها الأدوات؟ تخلي البيشنت الطبيب، عفوا بيشنت المريض، بيشنت المريض ولا السيستنت المساعدة بتاعتها ولا السيستم النظام ولا فوق اللي هو العدو؟ لا، هتخلي الأسيستنت بتاعتها هي اللي تعمل لها تعقيم للادوات. اسيستنت بمعنى مساعد. اجابتنا في الجمله رقم واحد. هنبدا بيقول لك فيها دي كانسر هوستل، مستشفى السرطان ربنا يعافينا، هاز كولكتد 200,000 باوندز، 200,000 جنيه، ثرو اونلاين. ايه؟ من خلال ايه؟ الاونلاين اللي على الانترنت. ايه؟ سيلز مبيعات، كروبس محاصيل، برودكتس منتجات، ولا دونيشنز تبرعات؟ طبعا التبرعات. اجابتنا في الجمله رقم 2. ثلاثه بيقول لك فيها Since her mother helped us before. Since mother helped us before. بما ان ماما ساعدتنا قبل كده. حلو خالص. ماشي يا سيدي، ايه اللي ممكن يحصل؟ It's كذا to assume that، انه كذا ان احنا نفترض، that she will help us again، انها تساعدنا تاني. Logical معناها منطقي. Legal معناها شرعي. شرعي معناها موافق للقانون والحاجات دي. Movable معناها قابل للحركة. و legislative عاملة زي legal كده، شرعي من الناحية القانونية. طيب ماشي، الكلام اللي قدامي حسب الجملة يقول لك ايه؟ logical، يعني معنى الجملة ايه؟ بما ان ماما ساعدتنا قبل كده، من المنطق انها ان احنا نفترض انها تساعدنا تاني، وده اللي يخلي logical. اجابتنا راح صحيحة في الجملة رقم 3. 4 بيقول لك فيها جملة من جمل اف، if you are an، لو انت كذا، worker عامل، you must keep doing exercise to avoid being fat، يجب ان تستمر او ان تحافظ على اداء التدريبات علشان تتجنب ان انت تتخن. طيب field معناها حقل، sports معناها رياضات، house معناها منزل، office معناها مكتب. انا هاخد office اجابة لينا. ليه؟ هنا بيقول له لو انت عامل من الاشخاص اللي بيشتغلوا في المكاتب، يعني لو شغلك في المكتب، لازم تحافظ على اداء التدريبات علشان جسمك ما يزيدش. نتحرك على جمله رقم 5، بيقول لك فيها ليلى وجاء فراغ هير فريند مريم لايك ون اوف هير لايك ون اوف ذا فاميلي. ليلى كذا صديقتها مريم كما لو كانت واحده من العيله. يبقى ايه بقى؟ كيورد عالجت، هيلد التأمة، تريتد لو هنخدعك نقول لك عالجت، لكن معناها اللي احنا عايزينه هنا عاملت، عاملت بتعامل يعني، وادفايس معناها نصحت. انا هاخد تريتد لان ليها معنيين، واحد بعيد عن جملتنا معناه يعالج او عالجه، واحد يخص جملتنا معناه يعامل او عامله. اجابتنا في 5. 6 بيقول لك فيها the price of a room in this hotel is 300 pounds، ثمن الغرفه في الفندق ده 300 جنيه. ايه بريكفاست؟ عايز اقول لك شامله الفطار. طب نقول consisting اللي هي معناها يتكون من، ولا including متضمنا على كذا او مشتملا على كذا او متضمنا كذا او شاملا لكذا، ولا containing محتويا على كذا، ولا enclosing مغلفا. لا، including. عايز اقول لك ان 300 جنيه دول سعر الحجره وكمان معاهم الفطار. 7 بيقول لك فيها although he practiced hard، بالرغم ان هو يعني عمل اللي عليه في التدريبات والتمرينات والدنيا كانت تمام، للاسف he couldn't win the، ما قدرش يفوز بايه؟ but came fourth، ولكنه جاء في المركز الرابع. champion معناها بطل، bath معناها ممر ماشي، و race معناها سباق، و passage معناها قطعه زي القطعه اللي انت قطعه الفهم والحاجات دي. طيب هو ما قدرش يفوز بايه؟ ما قدرش يفوز بالسباق، race. اجابتنا في جمله 7. 8 بيقول لك فيها my uncle feels really، عمي يشعر حقيقة ايه؟ after the death of his wife، بعد وفاة زوجته، and he is always sad، وده مخليه دايما ان هو حزين. alone معناها بمفرده، relaxed مسترخي،
هابي سعيد وريليفد يشعر بالارتياح. طبعا اكيد بما ان زوجته ماتت يبقى شاعر ان هو الون، مع ان انا كنت افضل ان يجي بدل الون لونلي. يعني انا كنت اقول افضل ان بدل كلمه الون كان يجيب لونلي، لكن هي الموجوده فهناخدها باعتبار ان هي افضل الوحشين كاجابه للجمله رقم 8. 9 بيقول لي فيها when you put too much water in rice، لما تكتر الميه في الرز. when you cook it، وانت بتطبخه. it is sticky، sticky يبقى ملزق منش يعني، يحصل له ايه؟ خد بالك من الجمله يا مستر، الجمله دي قاعده ولا يا سيدي قاعده؟ عارف ايه الدليل؟ when اللي قدامك دي بديل اف الحاله الصفريه. ايه الدليل؟ اهو when you cook، ادي مضارع بسيط اهو، ماشي خلاص. ايه اللي يحصل هنا كده؟ دي اف حاله صفريه، يبقى ادي اف مضارع بسيط. يبقى انت عايز هنا هو عايز مضارع بسيط، يبقى قولوا ده المصدر. لا، قولوا المصدر لا. جيتس هي الاجابه الوحيده الصحيحه لان هي المضارع البسيط، وجود خطا لانها ماضي. بناكد على ان وين هنا بديل لف الحاله صفر. الجملتين بتوعها في زمن واحد، مضارع بسيط اهو، وادي مضارع بسيط في الطرف الثاني لان الجمله تمثل حقيقه. نحرك الشاشة عشان الجملة رقم 10 تبقى هي اللي ظاهرة قدامنا، واللي بيقول لك فيها we wouldn't have any money if we didn't work hard. الله، طب ما اف موجودة اهي، ادي would المصدر بس منفية، وادي اف اهي، وادي الماضي البسيط اهو. امال ايه اللي عايزه هنا؟ but we hard. يا عم بالراحة قولها تاني. حاضر يا عم. بيقول لك ايه؟ we wouldn't have any money، ما كانش هيبقى معانا فلوس. if we didn't work hard، لو ما كناش اشتغلنا بجد. يبقى ده معناه ان هم معاهم فلوس. ايوه اشتغلوا بجد. ايوه ليه؟ لان اف الحاله الثانيه الجمل المنفيه فيها تمام تعطي معنى مثبت، بتقول ان الحدث ده ايه؟ ما وقعش. لو ما كناش اشتغلنا يبقى اشتغلنا، ما كانش هيبقى معانا فلوس يبقى معانا فلوس. خلاص اهو جايب لك الحته دي هنا في الجزء اللي فاضل، but we hard، ولكننا ايه hard؟ hard معناها بجد. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احنا اشتغلنا بجد. طب اشتغلنا اللي هنا دي عملنا بجد، تاخدها في المصدر work ولا تاخدها ماضي worked ولا ولو المصدر ولا ماضي تام؟ انا هاخدها مصدر بس، but we work hard. الله، طب ليه انت واخدها work hard؟ ليه؟ عارف ليه؟ علشان did اللي موجوده ده هي، خلي الفعل وراها ايه؟ في المصدر. خلاص فانا هحافظ على التاني في نفس المصدر ده لكنه بيديني معنى يناسب الجمله اللي شغال عليها. اجابه صحيحه في الجمله رقم 10. نحرك الشاشه عشان الجمله رقم 11 تظهر. هي ما كانتش ظاهره، كانت ظاهره والله، بس انا عايزك تشوف الصفحه كمان. 11 بقول لك فيها ويد سي يو، الابوستروف دي اختصار ود. عارف ايه الدليل؟ ان سي جايه في المصدر، يبقى دي we'd see you، يعني we would see you more often، اكتر. if لو انت ايه بقى؟ you so far away، كنا هنشوفك اكتر لو ما كنتش مشيت، لو ما كنتش رحت بعيد. يبقى دي اف حاله كام؟ دي حاله ثانيه، متحقق ود المصدر هنا. يبقى انت عايز هنا هو ايه؟ عايز هنا هو ماضي بسيط بطبيعته. lived مثبت ولا منفي بdidn't live ولا ماضي تام بhadn't lived ولا weren't lived اللي فيها ابناء المجهول؟ انا هاخد didn't live لان هي الجملة محتاجة إلى نفي. معناها بيقول لك كنا هنشوفك أكتر لو ما كنتش، لو ما كنتش عشت بعيد. الجملة 12 بتقول لك إف شريف لو كان شريف، ماله عمنا شريف؟ ها؟ كمل. تو بيد إيرليير، لسه مبكرا. لحد دلوقتي مش واضحة الحالة. لاست نايت، الليلة اللي عدت يعني بدأت تظهر الدنيا شوية أهو. He wouldn't have got up late this morning، ما كانش صحي متوخر، ها؟ اتأخر يعني، ها؟ الصباح ده، هذا الصباح لم يكن ليستيقظ متأخرا. دي اللغة العربية أحسن لك. المستر مش عارف يقول كلمة متأخر بيقولها متوخر. لا والله ده أنا بضحك معاك علشان الفيديو يبقى حلو وما تتضايقش منه. تمام يا سيدي؟ نرجع تاني. الجملة طرفها المكتمل اف حالة تالتة. يبقى انت كده عايز ايه هنا؟ عايز ماضي تام، صح كده؟ طب نقول هاز جون، ده مضارع تام، وانت ده ماضي بسيط، جوز ده مصدر، عفوا ده مضارع بسيط. انا هاخد هاز جون لان هي الماضي التام. اجابه صحيحه في الجمله رقم 12. 13 بقول لك فيها if my brother had a lot of money، كده ده اف حاله ثانيه.
لان كده اف جارها ماضي بسيط. هي بقى it all on music and clothes، هي وهو كلها على الموسيقى والملابس. عايز اقول لك انا هيصرفها يعني، مش دي في حاله تانية؟ خلاص سهله خالص، ادي الماضي البسيط. يبقى ده احنا عايز تاني ايه؟ عايز وضوء المصدر، اهي وضوء المصدر. طب ما تصبر يا مستر، يكون في غيرها. تعال نشوف هنا، وضوء المصدر ما تنفعش، وده في تصريف ثالث، ده بتاعت في حاله ثالث، وده مضارع بسيط. يبقى وضوء المصدر هي الاجابه الصحيحه في الجمله رقم 13. 14 بيقول لك فيها if he read the question slowly، وخد بالك من حته الفعل ده، لو انت ما ركزتش فيها تقول يا مستر ده ريد مضارع بسيط. لا يا سيدي، عارف ليه؟ علشان هي لو كان الفعل ده مضارع بسيط كنت هتلاقي فيه اس، فكده هو يبقى ايه؟ يبقى ماضي. يبقى دي كده اف حاله ثانيه. اف هي ريد، يبقى ده كده ايه؟ اف حاله ثانيه. هو لو كان جرى البتاع ده الاسئله بهدوء بتاع ده ببطء، هي كذا ذم، مش دي اف وراها ماضي بسيط؟ تمام. يبقى الناحيه الثانيه انت عايز ايه؟ عايز وضوء المصدر. طب قول اندرستاند، لا دي بتاعت حاله اولى، وده اندرستاند دي حاله ثانيه. اندرستاند ده مضارع بسيط، كان اندرستاند دي كان المصدر، يبقى ود هي الوحيده الصحيحه. اجابه في جمله رقم 14. 15 بيقول لك فيها اف نيهال واتشز اونر موفيز. الكلمه دي كده غلط، المفروض دي تبقى هورور موفيز، وبناء عليه احنا هنعدلها ونشوف هل الجهاز يقبل نكتب عليها ولا لا. احنا عملنا له، هنشوف هل هيقبل يكتب هنا ولا لا. احنا الكلمه دي المفروض تتعدل يا شباب، المفروض نخليها هورور مش اونر، يعني اتش او ار ار او ار، عشان تبقى هورور فيلمز ونكبرها شويه. ماشي، المفروض ان الكلمه دي هي اللي تكون موجوده، المفروض الكلمه دي اللي تكون موجوده عشان معنى الجمله يركب. افني هل، لحظه عشان نلغي حكايه الكتابه دي عشان ما يرجعش الجهاز يكتب معنا تاني. اف نهال واتشز هورور موفيز، لو نهال اتفرجت على افلام رعب. شي ايه بقى؟ نايت، كده الجمله ركبت. تمام؟ طيب ايه زمن الجمله اللي عندي؟ زمن الجمله اللي عندي دي اف حاله اولى، اهي اف وراها مضارع بسيط. ماشي؟ اف حاله اولى ينفع ان يكون مضارع بسيط، وممكن تكون اف الحاله الصفريه، بس تعال نشوف الناحيه الثانيه في ايه. تمام؟ لان اف الحاله الاولى ينفع جمله تكون مضارع بسيط، والناحيه الثانيه تكون في المصدر، ولو حاله صفريه هتبقى الاثنين مضارع بسيط. طب تعال نشوف بقى الجمله عشان نشوف هي حاله صفريه ولا اولى. شي ات نايت، بيقول لك لو نهال شافت افلام رعب هي ايه بالليل؟ هتنام بقوله المصدر، ولا wouldn't sleep مش هتنام، ولا doesn't sleep مش هتنام برضه، ولا hadn't slept. طيب will sleep بقوله المصدر، يبقى هنا الجمله معناها متناقض. لو نهال شافت افلام رعب بالليل هتنام، يعني لو اعتبرنا ان دي في حاله اولى دي في مضارع بسيط، الناحيه الثانيه اقول المصدر، معنى الجمله ما ينفعش. ازاي حد يشوف افلام رعب وينام؟ طيب ودنت المصدر مش هتنفع لان دي اف حاله ثانيه، واحنا شغالين على اف اللي احنا لسه مش عارفينها حاله اولى ولا صفريه. طب تعال روح ليه، هل انت سليبت ده ماضي تام، لا بعدت خالص، يبقى فاضل معايا دازنت سليب. ليه خدتها؟ لاكثر من سبب. اولا لان هي اللي معناها ماشي مع الجمله، ثانيا لان هي بيحقق معايا مضارع بسيط منفي، يبقى كده دي اف حاله صفريه. ادي مضارع بسيط مثبت في الطرف الاولاني، مضارع بسيط منفي في الطرف الثاني، يحقق معايا معنى الجمله اللي بيقول لو نهال شافت افلام رعب مش بتنام بالليل، او لا تنام ليلا. حقيقه بالنسبه لنهال ممكن ناس ثانيه تشوف افلام رعب وما تفرقش معاها. نروح لجمله منى. اف منى مالها بقى سموان ذا واي تو ذا ميوزيوم، لو منى كذا شخص ما الطريق للمتحف. شي وود هاف نون، كانت عرفت وير تو جو. وود هاف تصريف ثالث، يبقى دي في حاله ثالثه. يبقى انا كده عايز هنا ايه؟ ماضي تام. يبقى اسكت ماضي بسيط مش هتنفع، وود المصدر مش هتنفع، اسكت مضارع بسيط مش هتنفع، هات اسكت ماضي تام. اجابه صحيحه في جمله رقم 16. نتحرك لصفحه 323، ودي عليها القطعه اللي جايه في الجينيك اكسرسايز. القطعه هنا بتتكلم عن فكره الفريسه والمفترس، الضحية والجاني، البيئة المتوحشة، البيئة البرية فيها يا تتاكل يا تاكل، يا تفترس يا تبقى مفترس. علشان تهرب الحيوانات اللي هي الضحية زي ما بيقولوا، أو اللي هي موضع افتراس من الحكاية دي، بتعمل حاجة من اتنين، يا إما بتعمل حاجة اسمها كاموفليج، يا إما بتعمل حاجة اسمها ميميكري، ودي هنجيبها تحت. يعني بتعمل حاجة من دول، يا إما الكاموفليج
يا اما بتعمل حاجه اسمها ميميكري، تمام؟ اللي هم عباره عن ايه؟ الكاموفليج اللي هي معنى بيقولوا عليها بالعربي تمويه، انها تعمل تمويه او انها تعمل ايه ميميكري. طيب التمويه ده عباره عن ايه؟ التمويه عباره اني عن اني انا بعمل حاجه اسمها ادابتيشن، تكيف مع البيئه المحيطه بيا. يعني بحول جلدي ولوني للبيئه اللي انا فيها. واشهر كائن بيقدر يعمل الحكايه ده هي السحليه، ماشي؟ اللي عفوا اسمها ايه؟ الحربايه. ودي نوع من انواع السحالي، شاميليون اللي معناها الحرباء، وده نوع من انواع السحالي. ده بيخلي شكله يتغير حسب البيئه المحيطه بيه، فبيكون من الصعب على المفترسات بتاعته انها تشوفه. وقيس على كده مجموعه من الكائنات زي بعض الماعز المتوحش وما الى ذلك، تمام كده؟ طيب لكن زي ما انت ناصح يا فريسه، في مفترسات ناصحه برضو بتقدر تغير شكلها. يعني مش بس المفترس اللي ممكن يغير شكله، لا ده كمان، ده مش بس الفريسه اللي تغير شكلها، ده كمان المفترس. لان عندي النمر المرقط ليوبارد سبوتد كوت، ده نمر مرقط جسمه بيديله فرصه التخفي. يبقى زي ما الفريسه كان قادر على التخفي، المفترس كان قادر على التخفي. وطبعا كل واحد بيعيش بطريقه، طبعا ايه ربنا ايه يسرها له. الطريقه الثانيه زي ما قلنا اللي بتخفى بيها الحيوانات هي حكايه الميميكري. ايه الميميكري؟ الميميكري هي عباره عن تقليد او محاكاه لحيوان اخر او كائن اخر. والاشهر في الحكايه دي بعض انواع الفراشات، تمام؟ اللي هي الماس دي اسمها فراشات، بتغير شكلها الواسب. الواسب ده عباره عن دبور. لما الفراشات دي بتغير شكلها لشكل الواسب، المفترس بتاع الفراشه دي لما بيشوفها ما بيعرفهاش، فبيفتكرها واسب، خلاص ما بياكلهاش. طيب نروح للقطعه بتاعتنا ونبدا بالاسئله تشوز. واول حاجه بيقول لك ايه؟ كاموفليج اوفن وركس تو هيلب. كاموفليج اللي هو التمويه، بيشتغل او بيساعد في ايه؟ بيساعد في الاختيار سي، ذا براي اند ذا بريديتور، بيساعد الاثنين الفريسه والمفترس. اثنين، وات هيلبس ذا انيمال تو بلند ان تو ذا اريا اراوند اتس ات از كذا، اللي بيساعد الحيوان انه يختلط او ان هو يتماهى او يتماشى مع البيئه المحيطه بيه. ايه الحاجات اللي بتساعد على كده؟ اللي بيساعد على كده الفيزيكال فيتشرز، اللي هي الصفات اللي تمثل ايه؟ الجسد بتاعه. في تد بيقول لك فيها اف ا تشاميليون اللي هي الحرباء ووز ان اون ا جرين ليف، لو كانت واقفه على ورقه شجر لونها اخضر، وات كلر دو يو ثينك ات وود بي؟ مش قلنا اخضر؟ احنا قلنا الحرباء بتعمل ايه؟ بتلون نفسها بالبيئه المحيطه بيها، خلاص جرين يبقى جرين. اربعه بيقول لك فيها when animals want to look like something a predator doesn't want to eat، لما الحيوان بيبقى عايز يظهر نفسه في شكل المفترس بتاعه ما بيحبهوش، بيعملوا ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ميميكري يا شباب، بيعمل حاجه اسمها ميميكري. طيب ننتقل لبقى الاسئله اللي على القطعه بتاعتنا. ومن المرحله دي بدانا على الدبليو اتش كويشن، والسؤال رقم 5 How do different creatures manage to stay alive؟ كيف تتمكن الكائنات المختلفه من ان تظل على قيد الحياه؟ واجابتنا هتكون كالاتي to blend into the habitat، ان هي زي ما قلنا تتماهى. يعني ايه تتماهى؟ يعني تتالف مع البيئه المحيطه فيها وتغير شكلها وتعمل كاموفلوج الحاجات دي مع البيئه المحيطه بيها عشان تقدر تعيش فيها. السؤال 6 على القطع برضه، واتس ذا ديفرنس بتوين كاموفليج اند ميميكري؟ ايه الفرق ما بين الكاموفليج اللي هو اللي بنقول عليها اللي هي معناها التمويه، والميميكري اللي احنا قلنا عليها المحاكاه او التقليد؟ تعال نشوف الفرق بينهم. كاموفليج ميكس ان انيمال هارد تو سي، الكاموفليج بيخلي الحيوان من الصعب انك انت تشوفه. ليه؟ لان بقى لونه لون البيئه اللي هو موجود فيها. بس هو قاعد على طبيعته، الاسد مش هينفع عشان الاسد مفترس. تنفع والله لو هنستخدمه كمفترس، ماشي. المعزة قاعدة على حالها، معزة السحلية قاعدة على، بس يغير، تمام. تعال نشوف ايه الميميكري. ميكس ات لوك لايك سمثينج ايلس، يخلي نفسه حاجة تاني زي الفراشات اللي خلت نفسها دبور. تعال نروح للقطعة ونكمل اسئلتها في 3 if you were a wild animal، لو انت حيوان مفترس، تمام؟ لو انت حيوان في البرية عموما، يعني سواء بيقولوا على حيوان بري، Would you rather have the ability to mimic another animal or the ability to camouflage yourself؟ لو انت حيوان بري كنت تحب تختار ايه؟ تختار المحاكاة ولا التمويه؟ تعال نشوف مين فيهم. اقول والله I'd like to have the ability to camouflage، انا عايز اختار فكرة
التمويه. ليه؟ لان احنا قلنا التمويه as this would make me unseen to my predators، لان ده هيخليني غير مرئي للمفترس بتاعي. طيب نشوف السؤال الاخير على القطعه اللي بيقول لك فيها how do you think camouflage is very helpful in military، كيف يساعد موضوع التمويه ده لموضوع الجيش والحاجات دي. هنقول camouflage will make it hard for an army to be seen by its enemy، هيجعل من الصعب للاعداء ان هم يشوفوا هذا الجيش. نجهز نفسنا للترجمه، وطبعا هنبدا الاول بالترجمه باللغه الانجليزيه، نحاول اللغه العربيه. ومعانا الجمله الاولى، بس لحظه نظهرها قدامك في الشاشه، واللي بتقول لك happiness is more than a good feeling or a yellow smiley face. It's the feeling of truly enjoying your life and the desire to make the very best of it. ترجمتنا هتكون بالشكل ده. إن السعادة هي أكثر من مجرد شعور جيد، ووجه ذي ابتسامة صفراء أو ابتسامة مصطنعة اللي هي يلو سمايل. إنما هي الشعور بالاستمتاع بحياتك والرغبة في الاستفادة القصوى بها. تعال نروح للجملة اللي بعدها. بيقول لك فيها some people believe that money can make you happy. When we have experiences and buy things using money, this can make us happy. الجملة بتقول يعتقد بعض الناس أن المال قد يجعلك سعيدا، وعندما نمر بتجارب ونشتري أشياء بالمال هذا قد يجعلك سعيدا، لكن خلي بالك مش كل حاجة بنقدر نشتريها بالفلوس. Literature can play a vital role in solving many social problems. That's because it is one of the best means to portray these problems and look for solutions for them. الجملة بتاعتنا ترجمتها هتكون بالشكل ده. يمكن للأدب أن يلعب دورا حيوان في حل الكثير من مشكلات المجتمع، وذلك لأنه إحدى الوسائل المثلى لتصوير هذه المشكلات والبحث عن حلها. طبعا لما يكون العمل الأدبي بيمثل أو بيجسد مشكلة أو قضية بتمر في المجتمع، يحولها لفيلم أنت تشوفه بيديك ليها حلول وبيقول لك الدنيا دي هي المشكلة اهي، ولو هنحلها يكون ازاي. الجملة الرابعة بيقول لك فيها mass media affects our life greatly. It has become one of the main instruments of political change. So it is widely used in all political campaigns. ترجمتنا هتبقى بالشكل ده في الجملة رقم 4. تؤثر وسائل الإعلام على حياتنا كثيرا، فلقد أصبحت إحدى أدوات التغيير السياسي، لذلك تستخدم بشكل واسع في كل الحملات السياسية. نحرك الشاشة عشان تبقى الجملة رقم 5 هي اللي ظاهرة معانا. ونقول في 5 Retirement age can be considered a time of rest for a lot of people. However, many old people want to continue work for social and financial reasons. والترجمة بتاعتها بتبقى بالشكل ده. يمكن اعتبار سن التقاعد وقتا للراحة لكثير من الناس، ولكن يرغب الكثير من الناس في الاستمرار في العمل لأسباب اجتماعية ومالية. طبعا الناس بتبقى ممكن تكون محتاج المال فمضطر يشتغل في سن كبير. الجملة 6 Teenagers usually don't agree with their elders and don't like trusting their secrets with them. Most of them resort to their friends for this. وللأسف دي مشكلة خطيرة جدا يا شباب، ناخد بالنا منها. لا يتفق المراهقون عادة مع كبار السن لديهم ولا يرغبون في أن يثقوا بأسرارهم معهم، ومعظمهم يلجأ إلى أصدقائهم من أجل ذلك. ودي خطر جدا، خطر جدا انك انت تدي اسرارك لاشخاص ممكن يكونوا غير امناء عليها. طيب نروح للترجمه باللغه العربيه اللي نحولها الى لغه انجليزيه. طبعا احنا اظهرنا لك شويه الشاشه زياده عن اللازم. صورت قصص نجيب محفوظ المجتمع المصري بكل قيمه ومشاكله في الوقت الذي عاش فيه، وقد حصل على جائزه نوبل بسبب تاثيره الكبير في الادب العربي. طبعا هو كان بيتكلم عن عصر اللي هو كان عايش فيه نجيب محفوظ. المهم نجيب محفوظ stories depicted Egyptian society with all its values and problems at the time when he lived. He won the Nobel Prize because of his great effect on the Arab literature. الجملة الثانية في اللغة العربية تشجع الحكومة الشباب على بدء مشروعاتهم وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، وذلك بتوفير القروض والتسهيلات التي تساعد على نجاح مشروعاتهم لكي يكونوا مواطنين صالحين في مجتمعهم. الترجمة بتاعتها هتبقى بالشكل ده. The government encourages young people to start their projects
and not to wait for governmental jobs. This happens through providing the loans and facilities which help the success of their projects in order to be good citizens in their society. نجهز الجملة رقم 3 و 4 ونروح لهم في اللغة العربية عشان نحولهم للإنجليش. جملة 3 بيقول لك فيها: يعاني الكثير من الناس من غلاء المعيشة في العالم كله، فيجب على أفراد المجتمع العمل على زيادة الإنتاج وتغيير عاداتهم الاستهلاكية لمواجهة الأزمات المختلفة والزيادة المستمرة في الأسعار. هتبقى الجملة بالشكل ده: Many people suffer from the high cost of living all over the world. Society members must work on increasing production and changing their consuming habits to face different crises and the continuous rise in prices. ونروح للجملة الثانية اللي هي 4 طبعا: تمثل الجامعة المصدر الرئيسي لإمداد المجتمع بما يحتاجه من علماء وباحثين في المجالات المختلفة، لذا يجب توفير الدعم المادي اللازم لتطويرها بشكل مستمر. والجملة تبقى بالشكل ده: Universities represent the main source of supplying society with all they need of science and researchers in different fields. Therefore, we must provide all financial support which is necessary for continuous development. نشوف الجزء اللي فاضل فيه الجيمنج اكسرسايز، وده هيبقى على الاساي، واللي بيقول لك فيها اكتب لنا اسم 180 كلمه عن ايه. How can mass media اللي هي وسائل الاعلام spread awareness تقوم بنشر الوعي towards health problems بخصوص المشكلات الصحيه and controlling them وضبطها والتحكم فيها. Think of the coronavirus as an example. اديني مثال الكورونا فيروس. يعني انت هنا محتاج تكتب عن الدور اللي بتقوم به وسائل الاعلام المختلفه سواء كانت مرئيه، مسموعه، مقروءه في موضوع التوعيه الصحيه، وخصوصا مع الازمات زي مثلا الازمه اللي احنا بنعيشها وربنا يعافينا منها ويعديها على خير اللي هي موضوع الكورونا. شوف انت بقى التلفزيون بيعمل لك ايه اعلانات، شوف الانترنت عليه ايه حاجات توعويه وحاجات زي كده، ويشوف الدور اللي بتقوم ده طبعا الدور اللي بتقوم بيه وسائل الاعلام في هذا الموضوع بيبقى مهم جدا. بنختم على الشاشه اللي كان فيها الترجمه واجابات القطع ونقول اجين اكسرسايز على الدرس 1 و2 من 1 ل 6 انتهى، لكن لسه ان شاء الله لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك. ان شاء الله نلتقينا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.